يعني عيد الأضحى زي ما كنا بنتكلم من شوية يعني عيد اللحمة، عشان كده تم رفع درجة الاستعداد المكثفة والتجهيزات المختلفة بالمجازر على مستوى المحافظات لاستقبال الأضاحي. طبعا هذه الاستعدادات بتستهدف الحفاظ على سلامة المواطنين وتحقيق الجودة والسلامة والأمان لذبح الأضاحي. الاستعدادات جت وفقا للتوجيه كمان بعدم ذبح أي أضاحي في الشوارع نهائيا، وعدم إلقاء أي مخلفات الصبح سواء في الشارع أو المصارف. وتفاصيل أكتر هنعرفها دلوقتي عبر الهاتف معنا الدكتور طارق عبد المنعم، مدير عام الإدارة العامة للمجازر بوزارة الزراعة، نتعرف منه على كافة التفاصيل. صباح الخير على حضرتك، أهلا بك. وحنور يا فندم، حضرتك كل سنة طيبين. حضرتك طيب ألف خير. يعني خلينا في الأول نبدأ من تفاصيل الاستعدادات اللي تمت يمكن اتخاذها بالمجازر لاستقبال الأضاحي بمختلف المحافظات وفقا لخطة رفع الطوارئ. حضرتك كلمنا عن ما تم اتخاذه من الإجراءات على أرض الواقع. احنا إن شاء الله مستعدين من قبل رمضان بنبعث منشور دوري عندنا صرته للمجازر للمديريات كلها بتوفير تدبير احتياجات المجازر من أختام، اللي عايز اختامه، اللي عايز ماده سريه، واللي عايز يعني يرفع كفاءه المواسير الصرف والحاجات دي كلها. عظيم. ايه تاني يا فندم الاستعدادات اللي تمت لاستقبال الاضاحي؟ احنا مستعدين من قبل رمضان. من قبل رمضان؟ عشان في موسم رمضان بيبقى 30 يوم ذبح، وبعد كده بنقعد شهرين، وبعد كده يبدا موسم الحج بقى، العيد الكبير. العيد الكبير بيبدا قبلها باسبوع كمان، بشهر كمان، ما بيبدا قبلها بفريق الاسبوع يعني. طب انتوا دلوقتي رافعين استعدادات ودرجه الطوارئ خلاص يعني عاملين غرف عمليات في المديريات، وعاملين غرفه عمليات في الوزاره كبيره مستمره كام يوم بقى الطوارئ دي؟ واللي بيخالف بقى يا فندم، يعني اللي بيذبح في الشارع او بيرمي مخلفات في المصارف، هتعملوا ايه؟ مستمره كام يوم؟ دي على طول بتاعت الوزاره دي على طول. ده خط ساخن في الوزاره دي على طول، اللي هو يوميا. كام خط ساخن؟ من الساعة 8 الصبح للساعة 9 بالليل. دي بالنسبة بتاع الوزارة، أما بالنسبة للمحافظات دي بقى دي تبع المحافظات مش تبعنا احنا. طيب. ثانيا عظيم جدا يا فندم، اتفضل. المخلفات اللي بتتم احنا بنبقى جاي معاهم عشان الذبيحة دي براني ولا جواري. هم بقى دي حاجات وقفة، حاجات قانون بيئة. 8000 و10000 دي ولا 10000 دي بتاعت البيئه، احنا بنستهدف في المحصل بس. طيب عظيم جدا، احنا كنا طبعا لفترات بنتحمل اذى في الشوارع، بنشوف الدم وهو موجود في الشوارع طبعا. اللي طلبناه طبعا خمس سنين طبعا، ماسكه بترمي كمان المخلفات كمان في الشوارع بالمجان. دي بقى النقطه اللي كنت عايز اتكلم فيها مع حضرتك. 64 مجزر حكومي مفتوحين بالمجان. دكتور طارق، المواطن ما بيتحملش اي تكلفه ولا اي حاجه، كلها بالمجان، يعني بيدخل بالاضحيه بتاعته تتذبح وياخدها من غير ما يدفع فلوس؟ بس بيشيل الجزار للبحاله. مفهوم طبعا، الجزار هو اللي بيوفر لك المكان اللي فيه مواسير الصرف مجهزه، في ميه، في غرفه اعدامات، والتخلص الامن من المخلفات، كل الحاجات دي موجوده. طب الجزار ده موجود من عندكم ولا هو بيجيب الجزار معاه وهو جاي؟ في جزار، يا اما يجيب جزار من عنده، يا اما ياخد جزار من المجزر، مفيش مشكله، يجيب الجزار. ولو جزار المجزر ده مجاني، واخد بالك، بياخد جزار من مصر عادي. طيب معلش عشان افهم بس من حضرتك، هو لو جايب جزار من بره هو بيحاسبه، انما لو الجزار من عندكم فده مجاني. لا يا فندم، احنا ما فيش حاجه، ما فيش جزار طبعا. عايزين نفهمها. يعني المجازر نفسها ما فيهاش جزارين؟ مش تبع الحكومه، دول في المجزر موجودين كده يعني. لانه بيشفي لك اللحم اساسا. طب هل بقى المواطنين بيجوا للمجازر على طول بالاضحيه بتاعتهم، ولا بيتصلوا الاول على الخط الساخن بياخدوا؟ لا بيجي على طول، بيتوجه اقرب مجزر حكومي ليه، هيلاقي موجود يرحبوا بيه، يكشف له على الذبيحه قبل ما يخش، ويشوفوا طبقا المواصفات الشرعيه ولا لا. والمجازر بتستوعب لو العينين سليمه، القرن موجود، الودن مش مقطوعه، الافرازات بتاعت الانف والفم والافرازات اللي طالعه من فتحه الشرج سليمة ولا مش سليمة؟ يعني في الدم، في اللي هي بتاع الدودة اللي بتبقى في القلب، تمام بتخلي نفس دايرة كده، تمام، بيسموها اللي هي الاستريزوفيز. المجازر بتستوعب عدد كبير صح؟ نعم. المجازر باللي حضرتك بتقوله ده بتستوعب عدد كبير من الأضحيات؟ والله طبعا. تمام. انتوا بدأتوا في استقبال طبعا دلوقتي؟ احنا بدأنا طبعا بعد ما خلاص العيد بيبدأ المجازر تشتغل على طول. طيب ده عظيم جدا. ممكن ياخد وقت قد ايه مثلا المواطن عشان يدخل بالاضحيه بتاعته ويخرج بيها؟
بص يا فندم، العمليه مش عمليه فيها قد ايه؟ في 10 دقائق بالكشمال قال بيخش يذبحها. بيذبحها وبعد يذبحها بياخد له بس ربع ساعه تشفيه. ما لو عجل هياخد له معاه بتاع ساعه ولا ساعه ونص. صحيح. طيب وحضرتك بتتكلم عن المواصفات بتاعه الاضحيه، ده طبعا حاجه متعلقه بالجانب الشرعي، لكن انتوا لو بتكشفوا على اضحيه ولقيتوا فيها مثلا عيب من الحاجات اللي تمنع ان هي ينفع يتضحى بيها، هل بترفضوا ذبحها؟ ما بندخلهاش. بترفضوا ان هي تدخل؟ طبعا. ده عظيم جدا. لو جبت لي بتاع الضاني السن الشرعي بتاعها 6 سنين، 6 شهور من يعني اقل حاجه، اقل ما تتذبحش. لو جبت لي واحده 14 مش هتدخلها، لازم كنت فيها كسر جوز. وبعدين الماعز بيبقى سنه، الابقار والجاموس سنتين، لو جبت لها واحده سنه وثمان اشهر يعني مش كسر جوز مش هتدخلها طبعا. طيب مش ما تعتبرش اضحيه. ساعات العمل من كام لو جبت لها واحده الود بتاعها مقطوع مش هدخلها طبعا. طيب ساعات العمل داخل المجازر بتكون من كام لكام يا فندم؟ ولو حضرتك عارف الرقم الساخن، الخط الساخن، يا ريت تقوله لنا بعد اذنك. لا انا ساعات العمل من الساعه 7 بعد صلاه العيد لحد الساعه 8 9 زي ما يخلص العمل مساء يعني. اوكي. انما رقم خط الساخن ده في الوزاره مش عندي. تمام. عظيم، كل الشكر ليك يا فندم. طبعا احنا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا الدكتور طارق عبد المنعم مدير عام الإدارة العامة للمجازر بوزارة الزراعة.